الحقيقة الثانية. في متضافر الأخبار أن المعصومين عليهم السلام هم اسم الله الأعظم محمد وآل محمد عليه السلام. هاي القضية مو نقولها كلام، هاي براهين عقلية أكو عليها فضلا عن تواتر النقل. إحنا هنا نتكلم بمقدار قليل من الوقت، بمقدار ما نوضح الفكرة، وإلا براهين عقلية كثيرة. هكذا يجب أن يكون أنهم الاسم الأعظم. مرادهم من مراد الروايات من أنهم الاسم الأعظم مو أن المعصوم هو ذات الله، لا، هذا الاعتقاد خطأ، ليس كمثله شيء. ولا المراد أنهم الاسم اللفظي، وإنما المراد أنهم المظهر للجمال والجلال الإلهي من باب التشابه في التأثير. هم الواسطة بين الخالق وبين المخلوق. وبالأمس ذكرنا أن الاسم معناه شنو؟ الاسم من السمة أي العلامة، فكل ما يدل عليه هو اسم الله. حتى الإنسان العادي، المخلوق العادي، هو اسم من أسماء الله دال على الله. لكن شنو ميزة آل محمد عليهم السلام؟ هم الاسم الأعظم، هو الاسم العادي. اسم العادي أي مخلوق هو اسم من أسماء الله.